السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بعون الله وتوفيقه سلسلة من المحاضرات طوال عشرة محرم من الحرام تحت عنوان عاشوراء بين التنظير والتطبيق. نبدأ أولى محاضراتنا، محاضرات طبعا متسلسلة، يعني كل محاضرة تقريبا مترتبة على المحاضرة السابقة. أبدأ أولى المحاضرات تحت عنوان الفرق بين التنظير والتطبيق. الفرق بين النظرية والتطبيق حتى يتضح لنا هل أن هناك في الواقع خلل بين التنظير والتطبيق لقضية عاشوراء أو لا. لابد أن نعرف الفرق بين النظرية والتطبيق. بالنظر إلى التاريخ، إلى منعطفاته، إلى أحداثه، إلى دوله وثوراته، أو أديانه وفلسفاته، فلسفة التاريخ لابد أن تظهر لنا قضية مشتركة في كل ما مر على الإنسان من قضايا فكرية أو عقائدية، وهي قضية الفرق الدائم بين النظرية وبين التطبيق، بين ما يراد له أن يحدث وبين ما يحدث فعلا في أرض الواقع. دائما ما تأتي النظرية العقائدية أو الفكرية مطلقة لحالة من الأمل بسبب رسمها لواقع فاضل لبني البشر، مستعملة الحس السليم لدى الإنسان. فمثلا لا يوجد من يملك حسا سليما يرفض العدالة الاجتماعية أو يرفض الحرية أو يرفض المساواة. أو يرفض السعادة. من هنا تأتي النظريات عقائدية كانت أو فكرية كقضية عاشوراء العقائدية الفكرية كبديل متخيل من عن واقع غير سليم. واقعة عاشوراء حدثت لأن الواقع غير سليم، ف
فبالتالي نحن عندما نقرأ أدبيات عاشوراء، عندما نقرأ مواقف عاشوراء، نقرأ كلمات عاشوراء، هذه نظرية، فنريد أن نعيش القيم التي كانت موجودة في عاشوراء. لذلك النظرية بطبيعة الحال ترسم واقعا غير الواقع الموجود. عن طريق محاكاة الحس السليم للناس. ولذلك هناك عناوين معينة في عاشوراء أو في غير عاشوراء الإسلام، مثلا في النظرية الإسلامية أن الإسلام يرفع من شأن الإنسان، يأخذ به إلى معارج ومدارج الكمال الإنساني ليعبئ الإنسان بالفضائل وليخليه من الرذائل. لكن في الواقع هناك فرق بين النظرية وبين التطبيق. كثير من المسلمين لا يطبقون الإسلام، فالحس السليم يرى مثلا أن الصلاة في وقتها توفيق للإنسان، صفاء للإنسان، فيها فيوضات إلهية وبركات للإنسان. كم من الناس من يطبق هذه النظرية؟ الذوق السليم، الحس السليم عند الإنسان ينظر على أن الصلاة لها فيوضات إلهية تتحرك في حركة الإنسان في حياته، لكنه في الواقع لا يلتزم بالصلاة في أوقاتها. سنشير إلى السبب. ما هو السبب؟ لو تبقى الأمور على المستوى النظري، على مستوى النظرية، هذه المفاهيم، مواقف عاشوراء، كلمات عاشوراء مثلا، لو تبقى الأمور على مستوى النظرية أو الفكرة، فإن الأمور لن تخرج عن حالتها الوردية وستبقى النظرية جوهر خالص يأخذ بريقها القلوب. ولذلك كثير منا من يحضر مجالس الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يسمع أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال كلمة مشهورة مشهودة ومثلي لا يبايع مثله، لكن في حركة الواقع هو يبايع مثل يزيد، فيبقى هذا الانشداد بعدم مبايعة الظالم، بعدم مبايعة مثل يزيد، مجرد بريق موجود في القلب وكأنها أحلام وردية. ولكن عندما نأتي للتطبيق والتفعيل في حركة الواقع فإن ذلك الجوهر لن ينجو من شائبتين. ركزوا معي، هذه المسألة مهمة جدا حتى نعرف الخلل بين النظرية وبين التطبيق، بين التنظير والتطبيق. هاتين الشائبتين لن تنفك عنه، لن تنفك عن التطبيق، وهما شائبة الإرادة وشائبة الفهم. الخلل يقع، الحلقة المفقودة
بين التنظير أو بين النظرية والتطبيق أو تطبيق النظرية، الحلقة المفقودة في هاتين الشائبتين، في هذين العنصرين، عنصر الإرادة وعنصر الفهم. فالحاكم إذا أراد القمع يقول، قال للناس إن الإسلام يأمركم بالالتزام، يأمركم بالوحدة، يأمركم بكذا، يأمركم بعدم تجاوز الخطوط كذا وكذا وكذا، يحرك المفاهيم الإسلامية، يحرك المفاهيم العاشورائية بقالب مقلوب حتى يفصل الناس عن تطبيق تلك النظرية. في الحلقات القادمة سأبين أن هناك من النماذج في التاريخ كان هؤلاء الظالمون هم الذين يحيون شعائر الحسين، هم الذين يدعمون شعائر الحسين، هم الذين يسيرون المواقف في الشوارع، وهم الذين يدعمون المآتم والحسينيات وهيئات المواكب. هو يزيد نفسه استطاعوا أن يفصلوا بين النظرية وبين التطبيق بسبب ماذا؟ بسبب هاتين الشائبتين، شائبة الإرادة وشائبة الفهم. وإذا أراد أحد الثورة على الظالم استخدم الإسلام، وإذا أراد أحد أن يعترض على الثائرين على الظالم استخدم الإسلام. إذا أراد أحد أن يخرج للثورة على الظالم استخدم الحسين، الذين يتخاذلون عن نصرة المظلومين والوقوف في مواجهة الظالمين ومقاومة بطشهم وغطرستهم أيضا يستخدمون الحسين. لكن الحسين الذي يستخدمه الثائرون غير الحسين الذي يستخدمه المتخاذلون. والحلقة المفقودة بين هذين المفهومين في الفهم وفي الإرادة. ومثال ذلك منذ واقعة كربلاء وعلى امتداد التاريخ، طبعا حصلت كثير من الثورات العلوية وفي عصور الأئمة الطاهرين، لو يفتش أحد منا، أي إنسان يفتش في أقوال الأئمة الطاهرين، هل أنهم وقفوا أمام الثورات؟ هل اعترضوا على الثورات أو لا؟ على امتداد تاريخهم في العهد والعصر الذي عايشوه كان هناك مجموعة من الثورات العلوية، بل هناك من الثورات من اشترك العباسيون فيها ورفعوا شعار الرضا من آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء العباسيون الذين كانوا يبنون الاسطوانات على العلويين وأبناء فاطمة والزهرة والحسين وعليا، اشتركوا في الثورات مع العلويين ورفعوا هذا الشعار
للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يرفضوا ويقفوا ضد هذه الثورات، لكنهم بيّنوا لمن يقود هذه الثورات من الثوار العلويين كمحمد صاحب النفس الزكية، بيّن له حتى يبين لأتباعه من الثائرين عن عدم سرقة الثورة وجهود الثائرين العلويين، التفتوا إلى كذا وكذا وكذا، وجههم وأرشدهم وقال لبعضهم أنكم ستقتلون في يوم كذا وفي ساعة كذا وفي الطريقة الكذائية. بينما غالبية الناس هم الذين يعيشون مع الأسف الشديد يحومون حول دائرة هاتين الشائبتين في الفهم وفي الإرادة. من أمثلة أن البعض يعيش حالة من الفهم المغاير، لأن هذا الفهم هو الذي يفصل بين النظرية وبين التطبيق وكذلك الإرادة. الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف عندما وصل إلى هذه المرحلة، هناك مجموعة من التفاصيل اشترك الإمام الخميني في بداية حركته مع العلماء في الحركة الدستورية التي قادها العلماء، ثم انسحب عنهم عندما وجد أن السلطان والطاغي الشاهنشاهي أراد الالتفاف على مطالب العلماء ومطالب الحركة الدستورية، وكان يرفع الإمام، كان فطنا الإمام خميني، كيف أن الشاه وافق على كل مطالب الحركة الدستورية، فتفطن إلى أن الغرب يريدون أن يلتفوا على تلك المطالب بطريقة ذكية، فانسحب الإمام الخميني وأعلن إسقاط النظام وعمل على إسقاطه منذ ذلك الوقت. السؤال: لماذا الإمام الخميني يعلن الثورة لإسقاط نظام الشاهنشاهي ولم يتمكن بقية الفقهاء من قبله ومن زمنه ومن بعده إلى إعلان الثورة لإسقاط قوى الاستكبار أو الأنظمة الحاكمة؟ بسبب ماذا؟ إذا كانت هناك ظروف موضوعية مختلفة ومغايرة لحركة الإمام الخميني، فلماذا يكون هناك من الفقهاء من يعترض على الإمام الخميني في ثورته؟ ظروف واحدة، الزمن واحد، المكان واحد، حيثيات التحرك الأحداث واحدة، لماذا يختلف الفقهاء فيما بينهم؟ لوجود هذا الخلل في هذين العنصرين، عنصر الفهم وعنصر الإرادة. ولذلك هذه الحالة السائدة في الأمة، حالة التقية، الفهم المغلوط للتقية هو أنك لا تتكلم حتى في الحق، وأنك تنظر إلى الأعراض التي تهتك والنفس المحترمة التي تقتل، ثم يخاطبك أن هذا الوضع وهذا الظرف ظرف تقية. كيف يعترف تقية؟ لماذا الإمام الخميني لم يأخذ بظرف بمفهوم التقية ولم يطبق التقية؟ لماذا طبقها غيره ولم يطبقها الإمام الخميني؟
بسبب أمرين: الفهم، لأن فهم الإمام الخميني للإسلام موضوع آخر، لأن فهم الإمام الخميني لقضية عاشوراء، لنظرية عاشوراء، فهما مغايرا عن فهم غيره. عاشوراء في فكر الإمام الخميني ليست عاشوراء في فكر بقية الفقهاء. هذا ليس تخطئة للفقهاء، لا، أنا أتكلم عن هناك فهم للنظرية، قد يكون هذا الفهم صائبا وقد يكون هذا الفهم غير صائب، ليس بالضرورة أن يكون صائبا. هذه من الموضوعات الصرفة، لا علاقة لها بالحكم بالأحكام الشرعية الصرفة. أحيانا مثلا يترتب الحكم الشرعي الكذائي على تشخيص المكلف. إذا كان صديقك مثلا يأتمر بأمرك في إقامة الصلاة، هو تارك للصلاة، وأنت تريد أن تنهى عن المنكر في تركه للصلاة، وتعلم أنه سيتأثر بقولك ولا يتأثر من غيرك، عند الآخر الحكم الشرعي مستحب، فريضة تكون مستحبة، الأمر معروف النهي عن المنكر، أما بالنسبة لك فهي واجبة عليك، متعينة عليك، أنت دخلت في دائرة التكليف العيني عندما تعلم أنه سيتأثر من خلال دعوتك وموعظتك وحديثك وكلامك. كذلك الفهم بالنسبة لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا مدرسة الإمام الخميني ومدرسة السيد خليفته الولي الخامنئي أعلى الله مقامه الشريف، ومن هم في هذه المدرسة في كثير من القضايا الموضوعية، اجتماعية كانت أو سياسية، يختلف فهمهم عن فهم غيرهم، وبالتالي ثار الإمام الخميني على الشاه وقدم الآلاف من التضحيات الجسام. السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف عندما جلس معه الإمام الخميني طلب منه أن يستصدر فتوى لدعم الثورة، فقال له: أنا لو صدرت الفتوى وما عمل بها الناس، ما قيمتي كمرجع؟ فقال: هؤلاء طلاب دنيا الذين خرجوا في الشوارع. قال له الإمام الخميني: هؤلاء طلاب دنيا الذين حملوا أرواحهم على أكفهم يقدمونها في سبيل عزتهم وكرامتهم وحريتهم وعزة دينهم، هؤلاء طلاب دنيا؟ بسبب الفهم الفارق بين الإمام الخميني وبين السيد الحكيم. هذا صاحب مدرسة وهذا صاحب مدرسة. الإمام الخميني عندما سئل من يتحمل الدماء قال: أنا أتحمل الدماء. لديه إرادة أن يحرك هذا الشارع بكله، هذه الملايين في الساحات وفي الشوارع والطرقات، ويتحمل الدماء. إما أن نذهب كلنا شهداء، وإما أن يسقط النظام. هذه الإرادة كانت عند الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. كثير منا يفهم الحكم الشرعي
أنه إذا دخل المعتدي إلى بيتي وهتك عرضي، ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ يجب الدفاع، صحيح ولا لا؟ يجب دفع الأذى، يجب دفع الضرر، هذا وجوب عيني عليك. كثيرون منا يفهم هذا الحكم الشرعي فهما صحيحا، وإذا سألته يقول يجب أن أدافع حتى لو قتلت، لأن هذا القتل أكون فيه شهيدا. كثير منا يفهم هذا الفهم الصحيح، كم منا يطبق هذا الفهم الصحيح؟ لأنه يفتقد إلى الإرادة، لأنه يفتقد إلى الإرادة. الفهم لا يمكن أن يكون متطابقا دائما في النظرية أو مع النظرية، فبناء على تفاوت القدرات العقلية للناس لا بد من أن تتفاوت معها القدرة على الفهم والاستيعاب، هذا جانب، ولا بد أن تتفاوت لذلك نسبة المقدرة على الأخذ بين النظر من النظرية والتعامل معها، لتأتي تلك النظرية أو النسبة من الفهم على شكل يكون تطبيقه واقعي بحجم الفهم لتلك النظرية نفسها. فلذلك مثلا عندما يتحرك بعض القادة وبعض الرموز كحركة الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله تعالى عنه وعن بقية الرموز والقادة وجميع المؤمنين والمؤمنات، عندما يخرج في 14 من فبراير ليفجر ثورة، ثورة الشعب بكلها، هذا القرار لم يتخذه أحد من الرموز والقادة بسبب ماذا؟ بسبب المشكلة، بسبب المشكلة في الإرادة. وبعضهم عنده مشكلة من البداية في عنصر الفهم، فقال لسنا مع 14 فبراير ولن نكون ضدهم، يعني سنقف على الحياد لنراقب حركة الشارع في ثورة 14 من فبراير ثم سنعلن موقفنا. هذا هو الفرق. لا فائدة من النظرية إذا لم يلازمها التطبيق. الحضور إلى مآتم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جزء من تطبيق نظرية عاشوراء، لأن الحضور في المآتم مصداق من مصاديق أو مظهر من مظاهر المودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن هذا التطبيق ناقص قطعا، لأنه مجرد الحضور في المأتم وفي الحسينية لا يشكل تطبيقا لنظرية عاشوراء ولواقعة عاشوراء. من يريد أن يطبق عاشوراء عليه أولا أن يدرس حركة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من أول خطاب إلى نهاية آخر رمق في حياته، حتى يستطيع أن يفهم أولا عاشوراء ثم يطبق مفاهيم وقيم عاشوراء.
فإذا حصل وانفصلت عملية التطبيق عن النظرية فإن النتائج ستكون سلبية أو تكون أقل فاعلية. ستكون سلبية لأن الظالم قد يتدخل في تطبيق ويحاول أن يحرف تلك المفاهيم لأطبقها بصورة هو يرتضيها، مثل ما كان راضي على المآتم ويوزع الذبائح والخرفان. من متى الظالم يرضى عن مآتم الحسين؟ أو تكون أقل فاعلية، يحضرون المئات تحت منبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ويمشون بالملايين لزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الأربعين وفي غير الأربعين، بينما خط الحق ضعيف، بينما هناك حسين العصر الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام معتقل في طوامير السندي، ولا أحد يخرج الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الحسين، الإمام الكاظم هو الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا هو خطه، هذا هو حركة، هذه هي حركته، حركة الإمام الحسين، هذا هو عاشوراء بكلها، هو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. تخلوا عن الإمام ونصرته وذهبوا زحفا بالملايين إلى قبر الإمام الحسين. ما القيمة؟ عندما نحضر إلى مآتم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونحن نضعف خطه ونمكن الظالم من حركته ومن أوضاع الأمة، فإن هذا التطبيق تطبيق سلبي أو فيه تطبيق صحيح ولكن أقل فاعلية مما هو مطلوب من النظرية. الخلاصة، إن مراجعتنا لأدبيات عاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نستطيع أن نكشف بوضوح إلى حجم الزخم الفكري الذي تمثله كلمات عاشوراء ومواقف عاشوراء وحكم عاشوراء وقيم عاشوراء. فعندما يقول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، أو يقول في موضع آخر: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله أو لحرم الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل أو قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وأحلوا حرام الله وأحلوا حرامه وأنا أحق من غيره. هذا الزخم الفكري الذي تمثله كلمات عاشوراء ومواقف عاشوراء يمثل خط النظرية الإسلامية في تقديم النظام السياسي الحاكم وفي تأثيره في حياة الناس. وإذا أردنا استلهامه لواقعنا فيمكن لنا أن نسأل: ما الذي نعيشه اليوم؟
هناك تعطيل لقوانين حفظ كرامة الإنسان، هناك استحلال لحرم الله، هناك هتك لحرمات الله، هناك هتك للأعراض، هناك هتك للمساجد والحسينيات. كان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن أن من عاصرهم عطلوا الحدود، عطلوا أحكام الله سبحانه وتعالى. أوليس فيه في واقعنا اليوم تعطيل لأحكام الله؟ وهناك في عاشوراء في كلمات الحسين عليه السلام واستأثروا بالفيء، كذلك في عصرنا الحاضر أيضا هؤلاء استأثروا بالفيء، فسرقوا الأراضي وسرقوا خيرات الأمة. وسرقوا عرق الأمة، عرق الفقراء والمستضعفين والمحرومين. استأثروا بالفيء. ولدينا اليوم انقلاب في المفاهيم والقيم، والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن هؤلاء: أحلوا حراما وحرموا حلالا. هذا جزء من أو حلقة من حلقات محاضرات عاشوراء بين النظرية والتطبيق. إن شاء الله نستكمل هذه السلسلة في الحلقات القادمة. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اللهم فرج عن المعتقلين ولا سيما علماءنا ورموزنا، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.